أسباب الصداع ما يسمى بتجلط الجيوب الوريدية للمخ. الجيوب الوريدية للمخ، إيه الجيوب الوريدية؟ الجيب يعني مكان متسع، الجيوب الأنفية دي مكان متسع في جناب الأنف، فالجيوب الوريدية دي مكان متسع في الأوردة، والأوردة هي الأوعية اللي بتصرف الدم من أي حتة. فالأوردة اللي في المخ اسمها الأوردة المخية، في جزء بيبقى متسع في هذه الأوردة اسمه الجيوب الوريدية، موجود في حاجة اسمها الأم الجافية، وهي أحد الأغشية المحيطة بالمخ. كل الأنسجة اللي في الجسم بيجي لها شرايين تغذيها بالدم، وبيخرج منها أوردة تصرف هذا الدم. كما زي ما بقول، زي ما قلت لكم دلوقتي، في مكان اسمه الجيوب الوريدية أحيانا بيحدث فيه تجلط، ومعنى التجلط تجمد الدم، إن في حتة من الدم جمدت. إذا التجلط ده حصل في شريان يبقى اسمها جلطة شريانية، إذا حصل في الوريد يبقى اسمه جلطة وريدية. ومشهور جدا الجلطة اللي بتيجي في أوردة الرجلين مثلا بعد الحمل أو أثناء الحمل أو في سفر طويل أو مع الجفاف، فممكن يحدث هذا التجلط في الجيوب الوريدية للمخ. وطبعا إذا يعني إذا حصل في الرجلين مثلا لأسباب معينة أنا قلتها، بيحصل في المخ برضه لنفس الأسباب، وإذا تكررت بتدل على إن المريض ده بيعاني من مشكلة عامة في جسمه كله. إذا حصلت مرضى واحدة بس مثلا في رجل أو في المخ أو في أي منطقة من الجسم مرضى واحدة ما تكررتش، ممكن ده يكون بسبب موضعي، يعني حاجة في الوريد ده أو حاجة في المخ نفسه أو حاجة في الرجل تكون هي اللي سببت تجمد الدم في هذا الوريد. خلينا نتكلم في المخ. إذا الدم اتجلط في الوريد اللي هو بيصرف الدم من المخ، تخيل كده الدم داخل المخ ومش عارف يخرج من المخ، فبيرتفع الضغط، المخ بيتنفخ شوية، الضغط جوه الجمجمة بيرتفع فيسبب الصداع بسبب ارتفاع الضغط داخل الجمجمة. وقد الدم اللي هو اتحبس في المخ ده قد يخرج من نسيج المخ فيسبب النزيف، فيبقى في نزيف داخل أنسجة المخ بسبب إن الدم متجلط في الأوردة ومش عارف يخرج من المخ. وبتكون دي هذه هي الحالة الوحيدة من النزيف اللي بنديله دواء سيولة. العيان ده عنده نزيف ونروح مديله دواء سيولة، ليه؟ علشان يفك الجلطة اللي في الوريد فالدم يعرف يخرج من المخ. كل أنواع النزيف طبعا ما بنديش فيها دواء سيولة، وبالعكس احنا لو المريض ماشي على دواء سيولة بنوقفه، إلا هذا النوع اللي بيكون فيه الدم متجمد أي متجلط في الأوردة فمحبوس ومش عارف يخرج من المخ. بتبدأ تظهر مجموعة الأعراض اللي هي ناتجة عن ارتفاع الضغط داخل الجمجمة اللي اتكلمنا عنها كتير في استسقاء المخ وأورام المخ، واللي هي اللي احنا بنقول عليها الصداع الخطير في التبسيط أو في الكلام الإعلامي، علشان نقول إن الصداع ده مش صداع عادي ولا صداع نصفي ولا صداع بسيط، بيبقى مصحوب بالاعراض بقى اللي هي ان هو يصحي البني ادم ممكن من النوم، ممكن يبقى مصحوب باعراض في الرؤيه، ممكن لو لا قدر الله حصل النزيف او حاجه من الحاجات دي تحدث اعراض نسميها البؤريه، يعني يحصل بقى مشكله في ايد او رجل او غير ذلك. اتمنى لكم السلامه جميعا وشكرا لكم.